مر علينا الآن هذا المعروف، الشيعة والسنة ظلموا في زمن النظام السابق. الآن السنة الذين هربوا إلى خارج العراق والشيعة الذين هربوا إلى خارج العراق أين ذهبوا في زمن صدام؟ هل البلدان العربية استقبلت العرب من السنة والشيعة في زمن صدام؟ هل البلدان غير العربية استقبلت السنة والشيعة بعنوان المسلمين؟ هل البلدان الشيعية غير العربية استقبلت الشيعة لكن من وقف للعراقيين؟ لم يستقبل العراقيون لا هنا ولا هناك. هل البلدان استقبلت السنة والشيعة بعنوان المسلمين وتعاملت تعامل إنساني، تعامل الأحرار، تعامل بكرامة، تعامل دون الاستغلال، أم هرب الناس من هنا وهرب من هناك، أو لم يستقبل أصلا، لم يستقبل العراقيون لا هنا ولا هناك؟ وأيضا الآن أيضا نرى هذا الأمر، أين ذهب الناس؟ أين ذهب الشيعة وأين ذهب السنة؟ أين هاجر الشيعة إلى أين هاجر الشيعة ولا أين هاجر السنة؟ الميليشيات قوى التكفير، الميليشيات السنية الشيعية، قوى التكفير السنية الشيعية، الدول السنية الشيعية، كل منهم يدعي أنه يحمل مذهب، لكن من وقف للعراقيين؟ هل سمح أحد للعراقيين بأن يمكثوا في صحراء من صحارى البلدان العربية أو غير العربية؟ من سمح لهم بأن يفعلوا هذا؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى بلاد الغرب، ذهبوا إلى بلاد الكفر، لكن وجدوا الأمان هناك. ومع هذا يقال نحن حماة المذهب وحماة الطائفة وحماة الدين وحماة القومية وحماة العروبة وحماة الإسلام وحماة الأخلاق.